From Asma's Languages channel, and I'm so happy to meet you in a new video. And especially for today's video, that is so special, okay? It is one of my favorite videos, my favorite lessons. Yeah, okay. So, اليوم ندير لكم une leçon qui est très importante. Surtout les élèves, les, par exemple, jamais قروا عندي, on va dire قروا عندي, troisième année ou la quatrième année. Donc, لازم نعاود نفهمهم très bien la prononciation, ou منين جات, ou كيفاش نكتبوها, ou علاش نسحق, ou علاش نسحقوها, ou هذوك الحاجات, okay? Good, so. Okay. Now, my first pronunciation lesson, the phonetic. Okay, so. Look at this word. شوفوا في الكلمة هذه. شكون يقدر يقراها؟ Yes. Thought. Okay? Thought. So it is thought. Good. This is a word. هذه word. كلمة. كلمة. Word. Okay? Any word تكون syllables. هذا syllable واحد اللي هو consonant ولا consonant cluster زائد vowel sound. Okay? Anyway. L'essentiel. كلمة. متكونة من letters, okay, اللي هما consonant كيما T, H, G, H and T, ومتكونة من vowels like O and U, okay, so consonant and vowels يكونون كلمة مكونة من consonants و vowels اللي جبناهم من الألفابت العادية, okay, so the normal ABC alphabet. Okay, so thought هي الكلمة اللي I write اللي نكتبها باللي لتخاذك واللي نقراها, okay? So, the spelling, okay? The normal ABC alphabet. Spelling هو تهجئة هو للحروف الconsonant والvowel, okay? Good. But الكلمة ماشي غير وش نكتب وش نقرأ وش نشوف. هي ثاني وش نسمع وش ننطق, okay? I hear and I pronounce. Good. بصح واش نسمع واش نكتب ماشي كيف كيف. سو هنايا thought, thought كاين اللي يقراها thought ما يقراش الاش, كاين اللي يقرا talk يقرا جي, اوكي, ما يعرفش بلي كاينه silent letter. سو جي اتش هو silent letter, اوكي, و تي اتش يعطونا ث, اوكي, فوالا. دونك هذه باش ما تتلفليش الكلمه كيفاش ننطقها, ما نعتمدش على الالفابيت العاديه اللي هي اي بي سي, نعتمد على الالفابيت اللي يعيطولها فونيتيك الفابيت. فونيتيك الفابيت, اوكي, جود. دونك نكتب لكم الكلمه ثوت بالفونيتيك الفابيت. سو نجيب هذا الساوند, نجيب هذا الساوند, did I, oh, I should have copied it, not just okay, anyway, call it, now don't do it, call it another, okay, so ونزيد نجيبو واحد الحرف ولا واحد الرمز اللي هو هذا. You will really like this lesson. على بالي بلي حيعجبكم اللسن هذايا باسكو حتفهموا بزاف حاجات, وباسكو هاكا كيف السيمبولز هذو كامل, اوكي. ونزيدو نجيبو واحد بلاتر منه, اوكي. I'm so slow, I know. Okay, good. وشنو هذا اللي راكم تشوفوه قدامكم؟ هذا واسمه؟ هذا وشنو؟ هذا thought. Thought. هذه الكلمة هي هذه الكلمة. Okay. وشنو الفرق؟ هذه الكلمة كي نكتبها بالألفابيت العادية وش نكتب وش نقرأ في الكتاب ولا في أي بلاصة. وهذه الكلمة هي مكتوبة ماشي بالفونيتيك العادية, بالفونيتيك تاع الفونيتيك
مكتوبة ماشي بالألفابت العادي اللي نعرفوها، بالفونيتيك ألفابت. فونيتيك منين جاية؟ جاية من فون، أوكي، حاجة عندها علاقة بالسمع، أوكي. That's it. So هذه هي كل كلمة عندها الكتيبة العادية وعندها الكتيبة تاع الألفابت تاع السمعية، أوكي. Good. So هذوما الحروف letters تاع الألفابت تاع السمع، نعيطولهم ثاني symbols، بس كما راكو تشوفو ماشي هما فغيمون letters، كاين اللي فيهم letters يتشبهوا letters كما تينا، هو نفسه في الألفابت العادية وفي الألفابت تاع الفونيتيك، أوكي. بصح كيما هذايا نو ما علاقاش كاع، دونك نسميهم فونيتيك symbols ولا فونيتيك ألفابت ولا فونيتيك spelling، أوكي. That's it. فوالا هذه هي. اوكي ناو روحوا معايا، وش الفرق للنقطه الجايه؟ وش الفرق بين الالفابيت العاديه والالفابيت الثانيه؟ كما تفهمنا مصباح وانا نعاود، الالفابيت العاديه هي الحاجه الكلمات اللي نكتبهم واللي نقراهم، والاخرى هي الالفابيت تاع الفونيتيك، هي اللي غير واش نسمع وكيفاش نسمع، وات اي هير اند اي برونونس، واش نسمع واش نبرونونسي اكزاكتومون. اوكي تري بيان، دوكا نروحوا نشوف الفرق الثاني. الفرق الثاني هو في الالفابت العاديه عندنا كونسونانت وفاولز، اوكي تري بيان. في الالفابت الفونيتيك الفابت واش عندنا؟ عندنا كونسونانت كيف كيف وعندنا فاول كيف كيف، بصح واش عندنا بريسايزلي؟ عندنا كونسونانت ساوند وفاول ساوند، اوكي سي تري امبورطون ديفرنس بيتوين ذم. دونك الساوند هو الصوت تاع الكونسونانت ولا الصوت تاع الفاول، دونك نفهمو كيفاه. فور اكزامبل هنا واش راكو تشوفو؟ ام، هنايا حنا نهضرو على الكونسونانت ساوند، هذا ماشي ام، هذا يا م، اوكي م. دونك قلت لكم كاينه رموز نكتبوهم كيما الالفابيت العاديه وكاينه اللي نكتبوهم مختلفين. حنا نروحو وانا كتبتهم لكم كامل دوكا باش ما نقعدش ديجا ما جيت نلقاهم حتى مي لو كان في القسم ولا بور لي بروف لي ديو لوسون لا لوسون هذه يبداو يكتبوا صافي سيمبولز اللي معروفين، اوكي. anyway سو so عندي الم فهمنا، دونك هناك في الالفابيت العاديه ام وفي الالفابيت الفونيتيك الفابيت نعيطلو م ما نعيطلوش ام، باسكو ام تولي حاجه اخرى، دونك م. والحاجه ديفرنس الاخرى هي شوفوا هذوما سلاشز، كي شغل سلاش على باليش و بلي عندهم اسم سبيسيال، مي هكا بين شغل سلاش كيما راكو تشوفوا لازم ندير دايوغ باش نفرق، باش نفرق لو كان تكون ام قدام ام هذايا نشوف نعرفوا بلي فونيتيك سيمبل بلي م ماشي ام باسكو راه بين هذوما السلاشز، اوكي اوكي تري بيان. كاينه حاجه وحده اخرى ديفرنس بين الالفابيت العاديه والالفابيت الفونيتيك الفابيت، اللي هي الام في الالفابيت اللي نعرفوها عندك ام ماجيسكول و ام مينيسكول، في الالفابيت هذه في الالفابيت فونيتيك الفابيت ما عندكش، عندك م هاوليك هذا ما كان الم اللي عندك، ما عندكش كابيتال لتر و اوكي ما كاش ماجيسكول مينيسكول، عندك غير هذايا اوكي. وعندي ثاني نو، اوكي جريت، عندي سو وما نقولش اس، اس خطا، اس حب يقول سو ونزيد له ام قبله فاول ساوند، لا لا دائما هكا م نو سو، اوكي زو فوالا زو، شوفوا هذا زو يكتب كيما الكابيتال لاتر بصح هذا واش كاين، وكيما المو يكتب كيما سمول لاتر. anyway عندك ف وعندك ف، عندك ب وعندك د، عندك ت وعندك ر. نروحو هذايا توجور نبداو بالسهلين، عندك لو تلقاوه برك لو شغل من الفوق شغل ماشي هكا من الفوق يجي شويه هابط تشبه لهذا يمين ما لقيتوش في البيسي، عندك لو وعندك ب وعندك ك ماشي كاي ك، اوكي جود. كاينه واحد اللي بقات لي واحد الخطره ميسيز اكس
كيفاش نكتبو؟ ما كاش اكس، اكس نكتبوه اي فاول صندوق نقراو عليه ونزيدو ك ونزيدو س. كون باغ اكزومبل نديرو ترانسكريبشن تاع اكس بلين، اوكي؟ دونك هكاك نبداوها اكس، دونك ما كاش اكس، اوكي؟ فوالا لو، اوكي؟ وعندي ر، وهذا هذا اسمه غ، ماشي جي وماشي جو، هذا اسمه غ. تري بيان، دونك هادو هما لات فونيتيك كونسونانت، اي مين كونسونانت ساوند لي ديجا يتشبهوا اللي نعرفوهم في الكتابه تاعهم. م ن س ز ف و پ د ت ر ك پ ل غ. هادو هما. ناو نروحو لي جدد، اوكي، ولا لي قدو يتلفو لك. اوكي، هنايا هذايا واسمه، هذا واسمه ه، اوكي، كيما هاو، اوكي، ه، هذا ه، ماشي ايتش وماشي شو ماشي، اوكي، جود. هذايا دبليو واسمه لي كتبو كيما دبليو، هذا و كيما تكتب وات، اوكي، هذا و. تري بيان. وهذا يا وشنو هذا؟ ماشي جو، لا كاينه جو ماشي هكا نكتبوه. هذايا يو كيما يو نيو يير، هذا يو، اوكي. جو اللي قلنا عليه هكا يكتبوا جو، اوكي، هكا خادم. جو تشبه للزاد مينيسكول جو، اوكي. دوكا كي لقينا جو وكاينه شو، هاي ليك شو، اوكي، هذا هو شو. شغل تكتبوا اسم طويل، فوالا هذا هو شو. جو هذا جو، اوكي، اللي هو جو زدنا له دو. سو او نو، ذيس از رونغ. نو، اوكي، تري بيان. دونك هذا جو، هذا جو، دونك هذا شو، هذا تشو. دونك جمعنا زوج vowel sounds to make one sound، اوكي، two consonant sounds to make one consonant sound. تري بيان. نروحو اللي هضرنا عليه من قبل، ث. تري بيان. ونروحو للذ. ذ ماشي هكا يكتبوه، مي حوست عليه مصباح نحوس عليه ما لقيتوش. يجي كي شغل ستة، ما يجيش مايل هكا كيما راه هذا، يجي كيما شغل ستة وما دير له كراس هكا صغيره. انتوكا تلقاوه في الكتب ومن بعد نكتبه لكم ولا كيفاه. انتوكا ما تلقاوه في اوكسفورد في الكتاب تاع تخوزيام اني تاع بروميير اني، هنا ما لقيتوش، اوكي. anyway، وكاينه another thing I want to mention. بون، مازال كاينه هذا، انت كي تقول I sing ولا I am looking، ما تقولش I am looking وما تقولش I am looking، okay. so تقول واحد الصوت جاي بين النو والجو، هاي لك النو راهي نو، بين النو والجو. so هذا اسمه ن. I'm looking back looking، okay. so هذا نعيطو له ن. فوالا. وكاينا هذو هما، اوكي، كاينا 24 consonant sound، كاينا 24، وعندك الاغ هذا مقلوب ويجي بين اوكي ما عرفتش ندير brackets، بين كيفاش نقولو، بين قوسين. فوالا، تقدروا تلقاو الاغ في الكلمه مكتوب مقلوب بين قوسين، صافي تقدروا تنطقوا تقدروا ما تنطقوش. كي تكون امريكان تنطقوا، تكون بريتيش تقدروا ما تنطقوش، اوكي. فوالا، هذه الحكايه كاع وين، هذه في ديكشنري. علاش نتعلموا كونسونانت و كونسونانت ساوند و فاول ساوند في الفونيتيك الفابيت؟ نتعلموهم باش كي نتعلموا كاش كلمه ولا نقراو كاش كلمه ونحبوا نعرفوا كيفاش ننطقوها، نروحوا للديكسيونير نحكموا اوكسفورد انجلش من بعد ندير لكم فيديو ان شاء الله. انجلش ديكشنري، كي نلقى الكلمه نروح بار اكزومبل ثوت و باست اوف ثينك، ولا نروح نشوف كلمه تاع فونيتيك، اوكي،
كي نفتح الديكسيونير نلقى فونيتيك نلقى ادجكتيف ومن بعد نلقى هذوك بين هكاك بين داشز سلاشز نلقى فونيتيك ترانسكريبشن كيفاش نكتب هذه الكلمه بالكونسونانت وبساوند والفاول ساوند كيما هذه ثوت نلقى مقدمها جوست قدامها نلقى هذه ثوت دونك كي نعرف نقرا ث والأ الأ والت نقراها ثوت اوكي فوالا وباش كل واحد يولي يعتمد على نفسه ما تقدرش بليش انايا باش تعرف بلي شو 100% بلي الكلمه ينطقها صحيحه فوالا ذاتس ات هذو هما الفاول ساوند الكونسونانت ساوند دوك نروحوا الحاجه لا بلوز امبورطونت اللي هي الفاول ساوند بليز كونسنتريت ويز مي اوكي بليز لايك ذا فاول ساوندز ار فيري امبورطانت لايك لو كان فاول ساوند تبدل ولا تبدل تنطقوا خطا تتبدل معنى الكلمه كومبليتوم ماشي غير كيما فرونسي ولا كيما اسبانيول ولا انجلي سي امبورطون تعرف الفاول ساوند تبرونسيهم بيان اوكي جود سو نبداو بالايزي وان بون قبل ما نبداو كاينه بون كي نقولوا هذا الاكزامبلز نفهموا سو لوك سيت 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 داون بليز سيت هذا اي هذا الساوند اي اوكي فوالا هذا ما كان اصلا يتشبه للاي اللي نكتبوه عادي سكند فاول ساوند سيت هاف ا سيت بليز هاف ا سيت بليز So, هذا E بصح زدنا له دو بوان حاب يقول هذا long E, okay? Sit, seat Have a seat, please, okay? Voilà Donc, عندنا short vowel sounds في الانجلي وعندنا long vowel sounds, okay? Voilà, كي نشوف دو بوان نعرف بلي long vowel sound Très bien دوكا نروح للساوند واحد اخر important في الانجلي هذه put put او اوكي او put اوكي put voilà او I put ولا I cook اوكي جي او ولا او شي او like I cook put good لي تحتها poor poor ولا cool school poor poor فرا so no poor هنا فقير اوكي هنا برك دونك كيف كيما راهي زدنا دو بوان ولا طويله برك شغل تبدلت في الكتابه تاعها اوكي نحينا لها هذوك جناحتي اوكي so that's it put poor sit sit très bien دونك نروحوا letter vowel sounds اللي بزاف مهمين في الانجليش عندك هذا الساوند وهذا الساوند هذو الى عرفت تنطقهم زد لهم شوا هذو هم الصح اوكي سو كات 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 شي كات هير هير كات اوف كات سو هذا يعيط لها اتنت هذو هما الاصوات تاع الا عندنا ثلاثه اصوات تاع الا دونك الصوت الاول تاع الا كات يجي شغل المعمر cut 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 voilà cut الثاني cat cat جي شغل المسطح flat okay cat I've got a cat I've got a cat 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 هذا ال I جي معمر وهذا يجي شغل المسطح okay هذا يطولو a tent باسكو جاي كيما لا طونت الخيمة وهذا يطولو a flower ما بالك تشبه الزهرة ولا ما باليش هذو هما الزوج a sound اللي عندنا في انجليش هذو هما الاصوات تاع الا اللي عندنا في الانجليش وكاين اللونغ فورم تاعهم دونك اللونغ فورم تاعهم نجيبني هذه ني هذه نجيب هذا اوكي اللي جايك شغل دي مقلوب اوكي اصلا تتشبه الا تاع الكتاب اللي نكتبوها في الكتاب برك ما عندهاش هذيك هذيك شغل من الفوق اوكي وزيد لها زوج نقاط كيفاش ننطقوا لونغ ا طويله كار اوكي ا كار I've got a car. Okay, I see the stars. The stars, okay? Good. So this is it. جنرال مو كيكون الار هنا نقدر ما نطقوش car. Car, okay? Good. Voilà, c'est ça. Donc هذا a
a a. هذا الساوند not not. كاينه حاجه في الانجليش ما عندناش الاو تاع الفرنسي الاو او هذيك او ما عندناش ما نقدرش نقول شي از نوت ما كاش نوت ما كاش حاجه اسمها نوت كاينه نات كاينه نوت كاينه او كاينه او ما نقدرش نقول كوميونيكيت كو ما نقدرش نقول او في الانجلي ما كاش او كاينه هذه كات كات وكاينه هذه نوت نوت شغل رايحه للاو اوكي اهم مثلا تقدروا تشوفوا لهم هما not I'm not I am not looking at you not و got I've got I've got an idea got not فوالا الاو طويله تاعها هي tall I've got a call tall اوكي دونك نحولها هذا العمود هذا ونديروا لها دو بوين I've got a call اوكي good هذه هي ومن بعدها هي ال كي شغل باد كيما تكتبو كيما تنطقو كيما سبيرلين تاعو هذا سهل باد فريند اوكي فوالا وعندك هذا الساوند دي تري 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 امبورطون نعيطولو شوا نعيطولو شوا اباوت اباوت اغاو اوكي والطويله ديالو ا جيرل جيرل اباوت جيرل هنا باش تفاولوا شغل هو يكون هكايا شوي يجي من اليسرى تكتبوا من اليسرى هكايا ومن بعد كي ترجعوا طويل شغل تنحيلوا جزء من هنايا دونك يولي شغل يولي ثلاثه اوكي دونك هذا هو اللونج فورم تاعو اوكي جود دونك هذه هي هذا الليسن تكتبوا وتتفرجوا بليزيوغ فوا اشاك فوا تولي ليه ومن بعد ندير لكم فيديو دوزيام ندير لكم فيها غير براكتيس practice practice voilà donc معليش تفهموا شويه من هذا لا فيديو فيديو الدوزيام ندير لكم practice دولو تفهموا تري 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 بيان اوكي اي هوب يو لايك ذا فيديو جيسبر بيان تكون عجبتكم لا فيديو وديروا لي لايكس يا اف يو لايك ات ديروا لي كومنت اوكي اكتبوا لي كومنت باش نعرف عجبكم ما عجبكمش اوكي تيك كير اند باي باي